يمكن حضرتك مهتم جدا في خلال ال7 سنين اللي فاتوا في أكتر من مرة بمسألة تجديد الخطاب الديني يا فندم، ومؤخرا حضرتك اتكلمت كتير جدا على معركة الوعي لدى المصريين ومحاولة تغيير ثقافة المصريين للأفضل بعد ما تم صكها لأكتر من 90 سنة بطريقة معينة. أنا هاخد ده وأستأذن سيادة الرئيس في أن أنا عايز أفهم من وجهة نظر فخامة الرئيس، إلى أي مدى تجديد الخطاب الديني وخوض معركة وعي يقدر يوصلنا إلى أنه مثلا ما يبقاش في عندي زيادة سكانية، مثلا يبقى في عندي تقدير لقيمة العمل، مثلا يبقى في عندي قبول للآخر دون أن نحكم على الناس بألوانهم وأديانهم وطوائفهم؟ شوف أنا هقول لك على حاجة. اتفضل. اولا انت يعني عشان نكون منصفين، اوعى تعتقد ان تحقيق اهدافك في تجديد او تصويب الخطاب الديني او بناء الوعي امر ممكن يتحقق في خلال سنه او 2 او 3، بغض النظر عن الادوات اللي هتستخدمها ومدى كفاءه هذه الادوات. ليه؟ انت بتتعامل مع البشر، والبشر في فرق كبير قوي انك انت تتعامل مع طفل صغير انك انت تتعامل مع شاب او راجل كبير او شابه او ست كبيره، يعني لان الانسان لما بيكبر بيبقى فرص التغيير بتبقى صعبه، لان يعني هنا مش 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 الموضوعيه والمنطق فقط اللي بيحكموا المسار في تغيير او في بناء الوعي. لكن هو النقطه المضيئه في الموضوع ايه؟ ان المصريين خلال ال7 سنين اللي فاتوا دول، مش 7 سنين، ال10 سنين اللي فاتوا، كانت في فرصه عمليه، كان في تجربه عمليه، كان في خاضوا تجربه يعني شئنا وابينا احنا دخلنا فيها، وبالتالي هم طلعوا منها بدروس ما لم يتم وضعها من قبل مخططين. يعني ما نقولش ان احنا كمسؤولين عن الدوله حطينا استراتيجيات وكلام في هذا الموضوع لبناء هذا الحجم من الفهم وعدم الانقياد الاعمى للدين. انا بتكلم مش بس على المسلمين، انا بتكلم على المسلمين والمسيحيين في مصر. صحيح. النقطه دي جت منين؟ جت من الحاله اللي اتشكلت بعد 2011. وحجم التطرف والارهاب والثمن اللي مصر دفعته سواء من مواردها او من ولادها وبناتها، الناس اللي استشهدت، الناس اللي اصيبت، الاسر اللي فقدت اولادها. فكل الكلام ده والاعلام كان بيقدمه بتجرد، يعني بدون انحياز ضد اللي بيعملوه حتى، لكن بيقدمه للناس شوفوا. فده في حد ذاته شكل حاله اتصور انها يمكن موجوده في مصر، يمكن بالذات بنسبه كبيره قوي، هي فكره الميل للدين بشكل يعني مطلق بدون تفكير. اتصور انها تراجعت في مصر، وده هدف كان ممكن ما قدرش اي رئيس قبل كده يعمله، وانا ما عملتوش، ده عملته الحاله المصريه. فنرجع بقى الخطاب الديني الهدف منه ايه؟ انا عايز اقولها لك وارجو ان الناس كلها تسمعها مني بشكل مبسط جدا. يا جماعه، اللي عمل الدين ربنا، واللي عمل الوجود ده بتطوره برضه ربنا. هل تفتكروا ربنا هينزل دين؟ الدين ده ممكن يصطدم مع التطور الحضاري والانساني؟ لو ده حصل انت كده بتسيء اساءه كبيره جدا للخالق العظيم. لا ابدا، ربنا عمل الدين، والدين ده قابل ان هو يعني يتشكل يتطور. ايه؟ احنا بنتكلم في عقائد، هو لا اله الا الله مش هتتغير، محمد رسول الله مش هتتغير، الصلاه مش هتتغير، الصيام مش هيتغير، هي ثوابت الدين لا يمكن ابدا حد يناقش فيها، ولكن فهمك لاوضاعك، التحضر الانساني اللي بيبقى جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، انت عايز تعمل معالجه وفهم لامورك الفقهيه في اطار التطور الانساني اللي حصل، بس كده، عشان ما تصطدمش، لانك انت الاوائل تصدوا لهذا الموضوع، ولما تحركوا فيه عشان يناقشوا قضايا عصرهم وجندوا فهمهم وحطوا يعني
الفقه استخدموه لحل مسائل عصرهم. احنا للاسف ما قدرناش نعمل كده. فجبنا ثوابت او ثقافه موجوده بتاعت 500 و1000 و1200 يمكن، وخدناها وبنتعامل بيها مع قضايا دلوقتي. احنا مش احنا بنظلم الدين وبنظلم الفهم وبنظلم من غير قصد حكمه الحكيم، حكمه ربنا. ربنا عمل الدين يا جماعه، عمل الدين المسيحي والدين اليهودي وكل الاديان اللي نزلت على الانبياء والرسل، وعمل والحضاره اللي احنا فيها دي بتاعت ربنا. واحنا كبشر من ادوات فيها، بس احنا من كتر ما الفناها تصورنا ان احنا اللي عملناها. لا لا، هو ذاك العقل وهو اللي يعني عارف بفضل الله سبحانه وتعالى بعلمه الازلي الانسان هيعمل ايه جيل بعد جيل بعد جيل. لو اصطدموا الاثنين مع بعض ده مش عيب الدين، ده عيبنا احنا في فهمنا للدين فيما يخص الخطاب الدين. طب انت خايف من ايه؟ يعني اهل الشرائع واللي هم العلماء خايفين من ايه؟ الدين مش هديع، الدين مش هديع ابدا، لان ده ربنا سبحانه وتعالى ده رسل وكتب ربنا نزلها وحافظها لغايه يوم القيامه. اللي انا بس عايز اقوله، لو احنا ما خفناش وتصدينا لهذه القضايا، وزي ما بنقول كده ان اصبنا فلينا اجرين وان اخطانا فلينا اجر واحد. يا ترى احنا كعلماء دين مستعدين لكده ولا لا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان زي ما بقول في كانوا برضه الاوائل بيدرسوا الدين ضمن مناهج الحياه، يعني ضمن العلوم الاخرى. فكان قدرتهم فهمهم للدين جاي في اطار رؤيه شامله للواقع والدنيا اللي هم بيعيشوا فيها. فكان قدرتهم على الاستنباط وعلى ان هم يعني يصدروا احكام كانت متسقه مع الواقع اللي هم بيواجهوا فيه. احنا هنا بيبقى الدين فقط احكام فقط بندرسها دون ان تكون الامور الحياتيه والانسانيه اللي موجوده داخله في بنائنا الفكري، وبالتالي قد تصطدم من غير ما نقصد. يعني ده فيما يخص الخطاب الديني.